انا عايش بقالي كتير. تهمتك ايه؟ تهمت سعادتك ان انا رحت اجيب عقد الشقه بتاع ابويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتضر واسف. وايه لو سمحت؟ غصب يعني غصب عني يعني. ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب الشقه سعادتك وطردني في الشارع برضه غصب وتضر وانا ما رضيتش اتكلم ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي راح ضربني بالبوان في وشي وراح عضبني من كتفي وراح ظرفني نص كده نزلت على ودني اسنجيت بقى. وضح لو سمحت. واسنجيت يعني اترشيت سعادتك وانا كان ممكن امد ايدي عليه ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله انما ما رضيتش لانه ده مهمن كان برضو عمي واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا والدنيا دي يا سعادتك يعني. امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات. ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ لا سعاده حضره المزمزيل هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيك من بتاع الانسهال. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكه وقشف كخه عايزنا نطلع الطيار. طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقه منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن والجريمه لا تفيد واطلب في نهايه البرنامج اغنيه لام العزيزه سيد الحبايب يا حنان انا انت. مسجون بتفكر كده ليه؟ الكلاب بتجيب من رجلين ساعتها. مش لابس طاقية ليه؟ بسرعة طلع لسان. ها؟ لسان الطاقية يا مسجون. لسان الطاقية لسان الطاقية اهو البس طاقية. البس طاقية اتحرك. كله يتحرك. شايف خلق جديدة موجودة النهاردة وحاسس فيهم بابتسامة أمل. انسوا أحب أعرفكم بنفسي أنا رياض المنفلوطي أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. حصلت على ترقيتين خطة واحدة نقيب من وأنا في أولى ثانوي. تلتزم بالقوانين أحبك سلام تبقى صاحبي حبيبي تغلط يا ويلك يا ويلك ويا سواد ليلك هعصرك تنسي المساجين صغيرين. احب اقول لكم ان السجن هنا التزام. احترس احترس مني هتلاقيني منط لك في كل مكان في زنزانتك في فرشتك في نومك في حلمك هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هاتولي الكلب ده هاتولي على مكتبي. ايه يعني انت هتاكلني ولا ايه؟ والله انا بريء. واقف تتنطط لي في الطابور زي الكره الجل يا عطري. الحقوني يا باب غريب.
تمشي جنب الحيط مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المفرج عنه بسرعه على زنزانتك يا كلب بسرعه. الله يعمل زنزانه الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجه، اهم حاجه هنا الالتزام وتنفيذ الاوامر عشان مدتها تعدي على خير. يتوزعوا الزلازل. تمام يا فندم. يلا بسرعه. وانت يا ابني انت وهو طبعا ما حدش قدكم، اخر ليله فاتوها في السجن. يتوزعوا على عنبر الافراج. يلا خش على الطابور. عم انتوا بتجبروا ليه كده؟ خلاص مروحي. ما روحت ايه؟ خدنا افراج يا راجل. والله كنت حاسس ان انا مريض. اجمد يا دكتور اجمد. دراعي يا فندم دراعي. دراعي يا فندم. كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم ارجوك خليك ريلاكس. العصبيه دي مش كويسه ابدا. وانا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبيه ولا انا باخدها تبرع لنادي الهلال الاحمر؟ يا فندم دي سابع حقنه اضربها في دراع سعادتك والسرنجه تتني. هدي نفسك يا فندم العصبيه دي مش هتجيب اي نتيجه. والعمل اعمل ايه طيب؟ انا عندي الحل يا فندم. انا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حاله سعادتك. المره اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حاله زبط سعادتك. لا لا الدواء المره دي مستورد، ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفه يا فندم يدلدلها. اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفه، والشفه نزلت 24 ساعه بس ونطر الثاني لزقت من اخيري. اعمل معروف انا مش هعيش حياتي كلها بقي موارب، البنت مش عارف ابوسها. يا فندم الطب اتقدم دلوقتي. بلا تقدم بلا تفتح لي طبره. يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك بره يا كلب. علاج يا نعم اجازه. نعم اجازه. اجازه؟ ايوه فندم. يعني ايه اجازه؟ بقالي شهر ما نزلتش. شهر ايه؟ بقالك شهر ما يعني ايه بقالك شهر ما نزلتش؟ انا بقالي سنتين هنا ما نزلتش. بتعالج وانا متنيل في قلب المكان. ناسف يا فندم. يعني ايه اجازه؟ ناسف يا فندم. ايه الحلال اللي انتوا فيه ده؟ غريب قوي. تمام يا فندم. نعم. ده يا فندم كشف المسجونين المستجدين. وده كشف المفرج عنهم. ما شاء الله يا فندم بق سعادتك استريح خالص. ميرسي يا ادهم. يعني تحس انه خد راحته. ميرسي. واضح ان اقعد يا ادهم. خلاص ميرسي. قلت الشفايف كمان. اتفضل اقعد. حاضر. بالنسبه يا فندم لمسجون زنزانه 74 ليه شويه طلبات بيتمنى سعادتك توافق عليها. ايه المطلوب يا ادهم؟ اللهم صل على النبي. الشفة ابتدت تتحرك بطريقة غريبة وطبيعية. المطلوب يا ادهم خلص. هو يا فندم بعد اذن سعادتك. ده يا ادهم. حاضر يا فندم. عاوز يدخل الزنزانة شوية اجهزة، يعني سخان شاي، كاسيت، تلفزيون. اوكي. مش عايز دي في دي؟ نعم. دي في دي؟ دي في دي؟ نجيب له دي في دي؟ هو متهيألي عنده بطاطين كفاية مش محتاج الفي في دي ده. الموبايل يبقى كده تمام. تمام بسيطة جدا. موبايل ايه المشكلة يا ادهم؟ نجيب له موبايل يعني على الأقل يتصل بالأولاد كويس، ويبعت يجيب بالمرة صوفيا لورن تعيش معاه في قلب الزنزانة، وناخد له زنزانة أجار جديد، واحدة بتطل على البحر والتانية بتطل على الشارع. ده عند أمه. عند أمه يا ادهم. ده مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب يا فندم. خلاص يبقى كلامي يتسمع زيه زي بقيه زمايله. حاضر يا فندم. ادهم اختار مواضيعك معايا واحصل. اتفضل. تمام يا فندم. ادهم لاخر مره هقولها لك، حركه الترقيه اتقربت، خلي دوسيك يعدي على خير. واظن انت محتاج الترقية دي عشان ترفع من معاشك. مش هقولك اكتر من كده. الحمد لله كان معاك ابتدائية وكملت وخدت ليسانس.
تمام يا فندم. يا باشا بالنسبه لاجازه الصول، اجازات مفيش يعني، انا قلت اجازات مفيش يعني مفيش. يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها. يا سيدي في جنبها، في ظهرها، في كتفها، انا خلاص قلت مفيش اجازات يا هاني. الله يا فندم، يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها، لازم ينزل يطمن عليها. هاني يا هاني، انا حمشت الموضوع عشان خاطر عيونك انت بس. ربنا يخليك يا باشا، انما ارجوك ما تتدخلش في مواضيع تاني. خلاص يا باشا، ما تحرجنيش يا هاني. خلاص كده، خلاص يا باشا، يبقى ابعت لي الطلب على هنا. لا الطلب هو يا باشا، وادي الان كمان يا هاني في كيلو دور. انت غريب، غريب يعني انت. يا ساتر. تعملش كده تاني مره. ربنا يخليك يا باشا، وفهمه ان هو يفهم مراته ما تعيش تاني، والا يطلعها بقى ويلتفت لشغله. لا يا باشا، امر سيادتك. ماشي. طب غريب يعني. بخير يا محمد عبد القادر. يلا انده بقى. انت مين؟ اللمب. لمبك؟ لمبك كنت بتكلم سخان. اللمب انده انده. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت دخلت امتى؟ اه انا من امبارح وانا هنا. دخلت امبارح وعايز تخرج النهارده؟ يعني اتخنقت شويه. انده بقى والنبي. نهارك طين، نهارك اسود. الله يا انت عبد الباشا، والله انا اتفكرتك عرفت الحقيقه. حقيقه ايه؟ اصل عن الخدعات الشعر تعبان. اخرس جاي السجن امبارح وعاوز تهرب النهارده. فاهم انك جاي التكيه بتاعت المرحوم. انت جاي هنا تتسجن، عارف ليه؟ انت عالي على المجتمع، انت حساله، حشره تداس بالجزمه القديمه، فاهم يا ولا؟ ولا انا عارف السجن كويس. لسه ما فكرتش المكان. بتقول ايه يا ولا؟ لسه ما فكرتش المكان. انت مخبي موس في بقك يالا؟ اخبي موس في بق اللي شعر دقن بيطلع لجوه. يا على السر اضحك يالا. تعرف ده ولا ايه؟ اخرس. تعرف يا ولد التواليتات بتاعت السجن؟ التلاوتات دي؟ الكبانيه. الكبانيه؟ الكبانيه. الكبانيه، ما في حد ما يعرفش الكبانيه. عاوزك تمسح لي كل كبانيهات السجن كبانيه كبانيه. فين الكبانيه؟ بعد كده تلم هدوم المساجين كلهم وتقعد تغسلهم. وبعد كده، بعد كده احنيهم وارضعهم وانلمهم في سربريرهم. يا ولا الحنان ده كله يا ولا. قلب الام ده. ايه قلب الام ده يا ولا؟ سيبه انت، خليك معايا انا. ولا يا ولا الحنان ده يا ولا. انا هعمل ايه طيب؟ بعد ما تعمل كل اللي قلت لك عليه ده. ايوه تعطل بقى. تجيني هنا. اجيلك انا. ايوه. اكون فكرت لك في عقاب. فكر ربنا يرضعك. طف جيبك وسك من بوكمون. سك من بوكمون؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ عموما يعني انا مش عارف يعني. يا رب يا رب من الكل من الولانا. السلام عليكم بقى. لو عندك غسيل خميس وجمعة غسيل زي الفل. مع السلامة عليكم. انا غسيلي الغسل كسر ايديا، هو الشفيف حلو في عينيا والصابون جوا في عينيا، علشان اغسل انا. لا 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 اغسل. لا لا لا